بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنواصل الحديث عن السلسلة الطاقوية في ميدان الطاقة للسنة الثالثة من تعليم المتوسط، ومع المورد المعرفي الرابع. إذن بعدما رأينا في الحلقات الماضية، الحلقة الأولى تكلمنا عن أنماط تخزين الطاقة، ثم الحلقة الثانية عن أنماط تحويل الطاقة من جملة لأخرى، ثم في الحلقة الثالثة عن السلسلة أو مخطط السلسلة الطاقوية. في هذه الحلقة نحن مع المورد الرابع المتمثل في مبدأ انحفاظ الطاقة، وفيه سنمر بهذه المحطات الثلاثة، نجرب ونلاحظ ونفسر ثم نستنتج، يعني ما هي الأفكار التي نتوصل إليها، أو ما هي الموارد المعرفية التي نريد أن نرسيها من خلال هذه النشاطات. إذن فبدون إطالة، مع النشاط المقترح في الكتاب في الصفحة 55، أجرب وألاحظ أو جرب ولاحظ. يقول: الوسائل المستعملة هي موقد وحامل ثلاثي الأرجل وشبكة وعاء بشربه ماء. قم بتسخين الماء كما هو موضح في الوثيقة المقابلة، الوثيقة 5. حدد الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي في هذا التركيب، ثم شكل السلسلتين الوظيفية والطاقوية الموافقين لهذا التركيب. الفقرة الموالية: يحدث تحويل حراري من الغاز المشتعل إلى الأجسام المحيطة به. رابعا: أربط في المخطط أدناه بخط مستمر بين الفقاعات التي حدث تحويل مفيد للطاقة بين الجمل التي تحويها. أربط بخط متقطع بين الفقاعات التي حدث بين جملها تحويل غير مفيد للطاقة. كيف نسمي كل الأجسام التي أخذت طاقة بشكل غير مفيد؟ إذن على بركة الله نعالج هذه التساؤلات وهذه المهام واحدة واحدة. إذن تسخين الماء بحرق غاز البوتان. أولا سنجري مقارنة بين نموذج السلسلة الوظيفية ونموذج السلسلة الطاقوية. إذن اخترنا هذا العمل في شكل جدولين ونقارن. إذن لدينا الجمل المساهمة في حدوث الفعل وفعل الحالة وفعل الأداء لكل جملة، وما يقابلها في السلسلة الطاقوية الجملة، نوع التحويل للطاقة ونوع التخزين للطاقة. إذن لدينا البوتان موجود على مستوى القارورة، فإنه يتدفق، يعني حينما نفتح الصنبور، هنا سنتكلم بالتفصيل على خلاف المخطط. إذن قلنا البوتان يتدفق حينما نفتح الصنبور، يتدفق، فتدفق البوتان هو تخزين طاقة في شكل حركة، طاقة حركية، التدفق طاقة حركية. هذا التدفق يقوم بعمل أو يؤدي وظيفة، فإنه يسحب معه غاز الأكسجين حينما نفتح الصنبور، ويتدفق عبر الأنبوب، يسحب معه الأكسجين من خلال الفتحات. إذن فالفعل يسحب على المستوى الطاقوي هو تحويل ميكانيكي، يسحب الغاز البوتان، يسحب الأكسجين. الآن الأكسجين ما هو فعل حالته؟ الأكسجين يمتزج على المستوى الطاقوي هو طاقة داخلية. نلاحظ دائما نجري مقارنة بين هذا الجدول وهذا الجدول، يعني قلنا نموذج السلسلة الوظيفية ونموذج السلسلة الطاقوية. إذن الأكسجين يمتزج، فالامتزاج هو طاقة داخلية. هنا تركنا خانة الوظيفة فارغة لإشكال فيها. الآن نمر إلى الموقد. الآن امتزج الأكسجين مع البوتان
داخل الموقد. فعند الموقد سنقوم بإحداث شعلة. إذن فهذه الشعلة ماذا تفعل؟ الموقد يسخن، وعلى المستوى الطاقوي يسخن معناها طاقة داخلية. حينما يسخن يوقد يشعل، حينما يسخن الموقد يوقد أو يشعل. على المستوى الطاقوي هو تحويل حراري، هنا نستطيع أن نضيف كذلك تحويل إشعاعي، لأن حينما يتوقد المزيج فيكون هناك تحويل حراري وتحويل إشعاعي في نفس الوقت. إذن المزيج ماذا يحدث له؟ يحترق، فعل حالته يحترق، المزيج يحترق. إذن هنا الموقد يوقد المزيج فيحترق المزيج. إذن على المستوى الطاقوي هو تحويل داخلي. حينما يحترق يسخن المزيج. لما يحترق المزيج ما هو؟ هو البوتان مع الأكسجين. عفوا، حين يحترق يسخن، يسخن هو تحويل حرارة. ماذا يسخن؟ يسخن البيشر. إذن فما هو فعل الحالة بالنسبة للبيشر؟ يسخن. ولما نقول يسخن فالطاقة هي طاقة المخزنة فيه، هي طاقة داخلية. حينما يسخن البيشر يسخن، ويسخن هو تحويل حراري. ماذا يسخن؟ الماء. الماء فعل حالته يسخن، يسخن هو طاقة داخلية. ولما يسخن يسخن، يعني يسخن الوسط الذي بالجوار. هنا ربما تكون في مسألة الطاقة غير المفيدة. إذن يسخن هو تحويل حرارة. إذن هذا بالنسبة للمقارنة بين النموذجين، نموذج الطاقة السلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية. نمر إلى السؤال الذي بعده. ماذا طلب منا؟ عفوا، قال لشكل، يعني بعد ما حددنا الجمل المساهمة قال لشكل السلسلتين الوظيفية والطاقوية الموافقتين لهذا التركيب. إذن بدأنا، هذه هي السلسلة الطاقوية. لاحظ أننا اختزلنا السلسلة في جملتين. لماذا؟ لأن كما رأيت في الجدول هناك تكرار، قلنا وفي التمثيل نتفادى التكرار، يعني كم من مرة ورد الفعل يحترق أو يسخن ويسخن. فمباشرة البوتان زائد الأكسجين هما اللذان سيحترقان، حينما يحترقان يسخنان لنا الماء، وهذا هو الفعل النهائي. إذن انطلقنا من البوتان والأكسجين لتسخين الماء. إذن يحترق هذا المزيج وهو الفعل الابتدائي، فيسخن الماء وهو الفعل النهائي. هذا بالنسبة لمخطط السلسلة الوظيفية. ننمذجه بسلسلة طاقوية، من سلسلة وظيفية إلى سلسلة طاقوية. إذن نفس المكونات، فقط سنستبدل أفعال الحالة وأفعال الأداء بالنماذج الطاقوية. إذن فالبوتان والأكسجين يحترقان، الاحتراق هو تخزين طاقة داخلية، أو الطاقة المخزنة هي طاقة داخلية. الماء يسخن، كذلك سخونة الماء هي تخزين طاقة داخلية. الآن من البوتان، يعني لما يحترق البوتان والأكسجين يسخن، هذا الفعل يسخن الماء، الاحتراق يسخن الماء، فيسخن هو تحويل حراري. إذن هذا بالنسبة للسؤال المتعلق بتشكيل السلسلتين. ثم يطلب منا أن نربط في المخطط بخط مستمر بين الفقاعات التي حدث بين جملها تحويل مفيد للطاقة. إذن سننقل الجدول الذي ورد في الكتاب بشيء من التكييف. معذرة، هنا ما زلنا مع هذه، يعني صورة مكررة لا داعي. نعم، إذن هنا طلب منا أن
نوصل بين هذه الفقاعات أو بين هذه الجمل بأسهم أو بخطوط مستمرة أو متواصلة في حالة التحويل المفيد. لاحظ عندما يحترق البوتان مع الأكسجين فيؤدي ذلك، لاحظ نتابع الأسهم، يؤدي ذلك إلى تحويل مفيد للموقد، تحويل مفيد للموقد يعني يسخن الموقد أو المزيج يحرق على مستوى الموقد. ثم من الموقد إلى البيشر تحويل مفيد، البيشر الذي هو الإناء سيكون ملامسا للموقد فيستفيد من حرارته، فهذا تحويل مفيد. من البيشر إلى الماء أيضا تحويل مفيد، البيشر سيسخن الماء، يسخن البيشر يسخن الماء. والشبكة التي موضوع عليها البيشر أيضا ستسخن، ستسخن من الموقد. إذن الموقد، لاحظ خط متواصل، الموقد يسخن الشبكة، الشبكة تعطي جزء من الحرارة إلى البيشر، فهذا تحويل مفيد. إذن هذه التحويلات المفيدة، يعني تابع الخطوط المتواصلة من الموقد إلى البيشر، من البيشر إلى الماء، من الموقد إلى الشبكة، من الشبكة إلى البيشر. إذن هذه كلها تحويلات مفيدة. في المقابل هناك تحويلات غير مفيدة، تحويلات ضائعة. لاحظ أننا استعملنا خط متقطع من الماء إلى الهواء، نعم الماء سيسخن الهواء، نحن لسنا في حاجة إلى تسخين الهواء، نحن نريد أن يسخن الماء، فتضيع الطاقة من الماء إلى الهواء، فهذا تحويل غير مفيد. كذلك من الشبكة إلى الهواء، يعني جزء من الحرارة التي يرسلها الموقد إلى الشبكة ستضيع في الهواء. وكذلك من الموقد إلى الحامل، فحينما يسخن الحامل نحن لا نستفيد من هذه الطاقة وإنما هي ضائعة. وكذلك من الشبكة إلى الحامل. إذن هذه هي، هذا هو المخطط الذي يبين التحويل المفيد والتحويل غير المفيد. بعد ذلك يقول كيف نسمي كل الأجسام التي أخذت الطاقة بشكل غير مفيد. إذن فالأجسام التي أخذت الطاقة بشكل غير مفيد تعتبر وسطا خارجيا، فهي وسط خارجي عن الجملة التي نريد منها الفعل النهائي أو التركيبة التي نريد أن تعطي لنا فعلا نهائيا. بعد ذلك يقول لنا فسر خلال التحويل الطاقوي من جملة إلى أخرى هل يمكن أن تختفي أو تزول الطاقة؟ إذن فهنا النتيجة الأولى، أفسر من خلال ما درسنا وما رأينا وخاصة من خلال هذا المخطط الذي أمامنا يبين لنا بأن أثناء التحويل الطاقوي من جملة لأخرى لا تختفي أو تزول الطاقة، الطاقة لا تختفي ولا تزول أثناء تحويلها. السؤال الثاني خلال تحويل الطاقة من جملة إلى أخرى هل يمكن أن يحدث ضياع في الطاقة؟ الجدول الذي عبأناه أو التوصيل الذي قمنا به يؤكد الإجابة أو يبين الإجابة، أثناء التحويل الطاقوي من جملة لأخرى يحدث ضياع للطاقة، وقد يكون هذا الضياع ضياع كبير. السؤال الثالث هل يمكن لجملة أن تستحدث طاقة من طاقة؟ من أين يمكن أن تستمدها إذن؟ وماذا يمكن أن تفعل بها؟ إذن من خلال ما رأينا ومن خلال النشاطات السابقة ونشاط اليوم نقول أنه لا يمكن لجملة أن تستحدث طاقة. رأينا أن العربة مثلا الموضوعة فوق طاولة وهي ساكنة لا تستطيع أن تتحرك من تلقاء نفسها، بمعنى لا تستحدث طاقة. إذن لا يمكن لجملة أن تستحدث طاقة. فإذا كان بها طاقة، يعني إذا فرضنا بأن الجملة هذه محتوية على طاقة فهي بالضرورة قد اكتسبتها من جملة أو جمل أخرى، وإن هي فقدتها فهي بالضرورة، يعني هذه الجملة إذا فقدت طاقة فهي بالضرورة قدمتها أو قد منحتها لجملة أو جمل أخرى. السؤال الأخير عد إلى السلاسل الطاقوية التي رسمتها سابقا
وبين التحويل المفيد وغير المفيد بينها والمحيط الخارجي. إذن لنعد إلى الأمثلة التي درسناها سابقا. إذن هنا نبدأ بآخر مثال، الموقد مع الماء. حينما نقول الموقد فنحن نتكلم عن احتراق الوقود، يعني هنا اختزلنا السلسلة. الموقد إلى البيشر والبيشر إلى الماء، فهنا تحويل مفيد وصلناه بخط متواصل، وذكرنا نوع التحويل، تحويل حراري من الموقد إلى البيشر هو تحويل حراري، من البيشر إلى الماء هو تحويل حراري. الآن إلى الوسط الخارجي، هنا قبل الوسط الخارجي الطاقة المخزنة على مستوى الموقد هي طاقة داخلية، على البيشر كذلك هي طاقة داخلية، وعلى الماء كذلك هي طاقة داخلية. ففي الموقد الوقود يحترق طاقة داخلية، في البيشر يسخن طاقة داخلية، الماء يسخن طاقة داخلية. إذن الآن الضياع على كل مستوى، كل عنصر هناك ضياع، يعني حينما يحترق الوقود على مستوى الموقد أكيد جزء من هذه الطاقة، جزء من هذه الحرارة يضيع في الوسط الخارجي إلى الهواء، إذن في شكل تحويل حراري. من البيشر كذلك جزء كبير ينتقل من الحرارة إلى الوسط الخارجي، تحويل حراري. وكذلك كما ذكرنا أن جزء من الطاقة التي تصل إلى الماء يضيع في الهواء أو إلى الوسط الخارجي. نأخذ مثالا آخر، دائما مع التحويل المفيد والتحويل غير المفيد للطاقة. هنا عدنا إلى تحريك المحرك انطلاقا من الماء. إذن فالماء يسقط فيدير العنفة، العنفة تدير المولد، المولد يوهج المصباح على سبيل المثال، ليس المحرك، نصحح هذا الخطأ. إذن قلنا والمولد يغذي المصباح. إذن فهذه تحويلات مفيدة. إذا نذكر أنماط تحويل طاقة وأنماط تخزين طاقة. الماء يخزن طاقة حركية، هنا لا بأس أن نشير إلى أنه توجد طاقة كامنة ثقالية، ولكن لم نذكرها ولم نكتبها هنا بالاعتماد على مخطط السلسلة الوظيفية. فنحن رأينا أن أفعال الحالة تعوض بأنماط تخزين، فنحن قلنا في فعل الحالة الماء يسقط، لم نذكر الطاقة الكامنة الثقالية، لذا لم أذكر هنا الطاقة الكامنة الثقالية EPP. لا بأس إن ذكرناها، نقول الماء يحتوي يخزن طاقة في شكل طاقة حركية وطاقة كامنة ثقالية، لكن أركز على الطاقة الحركية اللي هي الفعل المرئي. قلنا يسقط الماء فيدير العنفة، هذا تحويل ميكانيكي. العنفة تخزن الطاقة في شكل طاقة حركية تدور، حينما تدور تقوم بتحويل الطاقة إلى المولد، تحويل ميكانيكي تدير المولد. المولد يدور فهو تحويل طاقة حركية أو تخزين طاقة حركية، الطاقة المخزنة على مستوى المولد هي طاقة حركية EC. المولد سيغذي المصباح فهذا تحويل كهربائي، المصباح سيسخن فهذا معذرة هنا تحويل طاقة تخزين طاقة داخلية، نصححها كذلك. إذن قلنا المصباح يسخن ويتوهج فهي طاقة مخزنة طاقة داخلية. إذن على مستوى كل جملة من هذه الجمل سيحدث ضياع للطاقة نحو الوسط الخارجي. إذن فجزء من الماء، جزء كبير من الماء، من حركة الماء لا يدير العنفة، يعني هناك نسبة ضئيلة أو نسبة معينة من الماء تدير العنفة ونسبة أخرى لا تلامس العنفة أصلا، إذن فهي طاقة ضائعة نحو الوسط الخارجي. الآن هذه الطاقة الضائعة نحو الوسط الخارجي تضع في شكل حرارة، يعني ليس في شكل آخر، في شكل حرارة. الطاقة
العنف حينما تدور كذلك يضيع جزء من طاقتها في شكل حرارة نحو الوسط الخارجي، ومن المولد كذلك، ومن المصباح كذلك. إذن ربما يقول هنا المصباح وظيفته هي التوجه نحو الوسط الخارجي، ربما مثلا هو الغرفة، لكن وظيفة المصباح هي الإضاءة وليس التسخين. فالذي نتكلم عنه ضياع الطاقة في شكل حرارة. إذن ننتقل إلى مثال آخر ربما. نعم، نفس الإشكال هنا، المحرك قد يكون المصباح، نصحح هذا الخطأ. إذن قلنا التحويل المفيد من الجسم إلى العنفة، ومن العنفة إلى المولد، ومن المولد إلى المصباح. التحويل من الجسم الذي يسقط فيدير العنفة هو تحويل ميكانيكي، العنفة تدور فتدير المولد فهو تحويل ميكانيكي، المولد يغذي المصباح فهو تحويل ميكانيكي، فهذه هي الطاقة أو التحويل المفيد. الآن التخزين، الطاقة أثناء سقوط الجسم مثل ما ذكرنا تكون مخزنة بشكل طاقة حركية وطاقة كامنة ثقالية، ركزنا على الطاقة الحركية. العنفة تدور الطاقة المخزنة طاقة حركية، المولد يدور الطاقة المخزنة طاقة حركية، والمصباح يتوهج طاقة داخلية. إذن هناك ضياع مثل ما رأينا كذلك في شكل حرارة من جميع الجمل نحو الوسط الخارجي. إذن الآن نصل إلى مبدأ الانحفاظ. قال يعني بعد ما أجبنا على السؤال الأخير عد إلى السلاسل التي رسمتها وبين التحويل المفيد وغير المفيد. يقول استنتج، عرف التحويل الطاقوي المفيد. إذن فالتحويل الطاقوي المفيد هو التحويل الذي يحدث تغييرا طاقويا في الجملة، يسخنها، يحركها، يديرها إلى آخره. كيف يمثل في السلسلة الطاقوية؟ إذن التحويل الطاقوي المفيد يمثل بخط مستمر متواصل ينتهي بسهم، الذي هو السهم المتواصل. هذا التعبير عن التحويل المفيد. عرف التحويل الطاقوي غير المفيد. التحويل الطاقوي غير المفيد هو التحويل الذي ينتقل إلى الوسط الخارجي في نمط حراري أو إشعاعي. كل الطاقة التي تنصرف نحو الوسط الخارجي أو معظمها تضيع في شكل حرارة أو إشعاع. المطلب الذي يليه، كيف يمثل في السلسلة الطاقوية؟ يمثل بخط أو سهم متقطع نحو الوسط الخارجي. يمثل التحويل الطاقوي غير المفيد في السلسلة الطاقوية بخط متقطع نحو الوسط الخارجي. السؤال ما قبل الأخير، صيغ مبدأ انحفاظ الطاقة. مبدأ انحفاظ الطاقة دائما في الاستنتاج ينص على ما يلي: الطاقة لا تستحدث ولا تزول. إذا اكتسبت جملة ما طاقة أو فقدتها فإنها بالضرورة قد أخذتها من جملة أو جمل أخرى أو قدمتها لها. تمعن جيدا في هذا المبدأ تجد أننا ذكرناه وشرحناه سابقا. أخيرا اكتب العلاقة الرمزية المعبرة عن مبدأ انحفاظ الطاقة، يعني هذا التعريف لنصغه في علاقة رياضية. إذن لنلاحظ العلاقة الرمزية لمبدأ انحفاظ الطاقة، هذا نصها أو هذا قانونها: الطاقة النهائية تساوي من اليسار إلى اليمين، الطاقة النهائية تساوي الطاقة الابتدائية زائد الطاقة المكتسبة نطرح منها الطاقة الممنوحة أو المفقودة أو المقدمة. نضرب مثلا ليتضح هذا المقال أو هذا التعبير. لديك بطارية هاتف كانت فيها على سبيل المثال الطاقة الابتدائية، أبدأ من هنا، كانت فيها على سبيل المثال الطاقة الابتدائية 25%. يعني تلاحظ أنك حينما تستعمل الهاتف لوقت ما تنخفض منه الطاقة ويعطيك القيمة المتبقية، يقول لك البقية أو الشحن أو كمية الطاقة الموجودة في البطارية هي 25 أو 20% على سبيل المثال. أنت حينما ترى أنه انخفض إلى نسبة 20%، يعني بقيت لك فقط 20% أو 10%، تقوم بشحنه.
حينما تشحنه فأنت تعطيه طاقة إضافية. إذن الآن ماذا فعلنا؟ مثلا كانت 25%، نضيف له قيمة لا ندري كم، فنلاحظ بعد مدة أن الهاتف بطاريته تشير إلى أنها صارت مثلا 100%. إذن من 25% إلى 100%، معناها ما هي القيمة التي اكتسبها؟ أكيد اكتسبها 75%. 75%، لاحظ الطاقة الابتدائية 25 زائد 75 صارت 100%. ثم قمت باستعمال الهاتف لوقت ما فصار 80%. الناتج النهائي الآن، الناتج النهائي 80%. هذا 80% ما هي المراحل التي مرت بها؟ إذن كانت لدينا 25% زائد 75% تساوي 100%، ثم فقد أو منح أو قدم 20% فصار الناتج يساوي 80%. أرجو أن يكون هذا المثال واضحا وحقق ما هو مطلوب منه. في الآخر أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.